وين ال شوي لك هاي البطيخة؟ أنا بطيخة أصلا بخاشة بخاشة الورق بدها تكون على المكتب وين بدها تروح يعني؟ فعلا غريبة امبارح حطيتها بإيدي هون على المكتب تكون بالدرج أستاذ درج أنا شو هالخيلة هاي؟ شو؟ يظهر ما عندكم غيرها أستاذ شو هاي؟ بخاشتكم الضايعة معقولة يعني ما عندي غيرها أقل ما يمكن في تحت إيدي 200-300 بخاشة بس أنا بدي بخاشة الضايعة بالذات معك حق سيادة المدير معك حق نعم سيدي وين البخاشة اللي كانت هون على المكتب؟ ما بعرف سيدي امبارح نظفت المكتب كانت موجودة إيه بس اليوم ما لها موجودة سيدي بجوز ملحوشة تكون هون ولا هون لا ما لها ملحوشة البخاشة مسروقة وهي إهانة كبيرة ما رح أسكت عنها أبدا العمى ضربكم وصل البلة لدقنا طولوا بالكم أستاذ طولوا بالكم لا سيدي ما رح طول بالي أبدا يعني سرقة 3 ملايين يلي طاروا الشهر الماضي من صندوق شركة كوم وسرقة البخاشة كوم فورا اطلب لي موظف أمن الشركة حاضر أستاذ حاضر للأسف أستاذ ما بين معنا شيء شلون ما بين شيء؟ البخاشة بدها تطلع اليوم وإذا ما طلعت اليوم ما حدا من الموظفين بيروح على بيته ها؟ لأنه هالعمل هاد مو بس تطاول على هيبة المدير العام كمان تطاول على الأموال العامة إيه حاجتنا بقى يا عالم حاجتنا بدها تزوق المسألة حاجتنا استهتار بالمال العام نحن عم نحارب الفساد بكل مواقعه ويلي بدني نفسه على بخاشة ورق ممكن يعمل أي شيء تاني يا أخي معكم حق أستاذ بس نحن ما قصرنا أبدا فتشنا كل الموظفين والمراجعين والطاولات والدروج وبين المصنفات يعني عدم المؤاخذة حتى تواليتات ما وفرناها ها ما وفرتوها طيب ماشي الحال إذا أنت ما عرفت تطالع البخاشة في جهات أمنية مهمة بالبلد مو بس بتطالع البخاشة بتطالع الحية من وكرها أنت من اليوم بتعتبر حالك بإجازة بلا راتب لحتى ننظر بأمرك بس يا أستاذ أنا مو ذنبي أنا عملت واجبي وزيادة معلش ما بدي اعتراضات يعني إذا بخاشة ورق ما قدرت تمسك سرقها كيف بدك تقدر تكشف سرقات كبيرة بالمؤسسة؟ تفضل يا أخي طلع من وشي خلصني ألو يا نورس اطلب لي كل موظفين الشركة الاجتماع طارئ وفورا أمتى يعني هلأ؟ نحن بحالة استنفار قصوى لحتى نكشف حرامي الله معك مع السلامة أعطيني الرائد محمود بسرعة ألو تحياتي سيادة الرائد في عنا حادثة سرقة وسطو بالمؤسسة بقى إذا بتريد شرف لعنا سطو مسلح؟ لا شو سطو مسلح أنت التهني عملية اختلاس وقحة والمبلغ كبير يا ترى؟ مو مصاري في واحد نفسه وضيعة ودنية كتير شفط بخاشة الورق من على مكتبي شو يعني بخاشة إلكترونية؟ لا يا حبيبي بخاشة عادية مو إلكترونية ولا بطيخ بسمير بس بدي الحرامي ينقمش وبأقصى سرعة اليوم يعني على عيني وراسي بتحبوا أستاذ نستعين بالكلاب البوليسية؟ بتستعين بالكلاب بالقطاط بالأرانب بالعقارب ما بتفرق معي يا أخي المهم تكشفوا الحرامي
أصبح راح جيب لك معي الكلب كماش. هذا مختص بالكشف عن هيك سرقات صغيرة، وخلال ربع ساعة ممكن يدلنا على الحرامي. عظيم كثير، جيب كماش جحاش اللي بدك اياه، نحن بانتظاركم أخي. السلام عليكم. هلا يعني معقول المدير يحط عقله بعقل بخاشة؟ شو بعرفني شو صاير له لهالزلمة؟ يا أخي جيبوا له بخاشة بقى يفض صيري وخلصنا. ما بيمشي الحال، بده بخاشته بالذات ومعلمة الرمادية ومحطوطة من فوق، بميزة من بين ألف بخاشة. يا حبيبي كان ناقصنا السرعة. طبعاً أنتم مستغربين ومنتهشين وربما مسعوقين وعم تتساءلوا عن سبب هالإصرار على القبض على حرم البخاشة. نحن من فترة رفعنا شعار القبض على الحرامي بكل مواقعه، ورفعنا أيضا شعار الحد من الهدر والتسيب واللامبالاة والتطنيش، تمهيدا للدخول إلى مفرزات العصر والانخراط بالعصرنة والولوج إلى معطيات الدهر. وأنا ما بخفيكم أبدا إنه أنا عندي سرقة هالبخاشة من على مكتبي أهم أو لا تقل أهمية عن سرقة 3 ملايين ليرة يلي انشفطوا من خزانة الشركة الشهر الماضي. كلام سيدي. أهلين يا سام، شو صار معكم؟ وينه كماش؟ سيدي طلع بمهمة رسمية ولسه ما رجع. لوين هالمهمة؟ في سرقة بريق شاي وأربع كاسات من إحدى المؤسسات الاستهلاكية، وطلع مع قوة كبيرة للكشف عن مرتكب هالسرقة. وبيطول ليرجع؟ والله ما بعرف سيدي. طيب ما رح ننتظر أكثر من هيك، بتروحوا بتجهزوا لي كلب من نفس النوعية وخلونا ننطلق بعد ربع ساعة. حاضر سيدي. ياو عار والله، يعني إذا كل دائرة حكومية أو مؤسسة طار منها بخاشة كل يوم، معناها المؤسسة عم تخسر بالسنة حوالي 300 بخاشة. وعدوا ومدوا قديش في عنا مؤسسات حكومية وشركات، وتصوروا قديش عم يصير استنزاف للمال العام من وراء سرقة البخاشات، وقديش عم تتكبد الخزينة العامة قطع أجنبي بالسنة على اعتبار إنها مواد مستوردة من الخارج. لهالشي هاد نحن أعلننا حالة الطوارئ والاستنفاف في المؤسسة ريثما يتم القبض على الجاني، وطلبنا تعزيزات أمنية وخبراء ومختصين ليساعدونا بالتحقيق. والمهم هلأ يعني ما بدنا حدا يتحسس أبدا، والإجراءات رح تتخذ بحق الكل وما في خيار وفقوس، بدءا من أصغر عامل بالشركة وانتهاءا فيني شخصيا. وأول إجراء رح نساويه هو تعريضكم للكلب البوليسي كماش، ويلي ممكن يستدل دغري على الجاني. كلب؟ الله يستر. بس يا أستاذ ناصح يعني أنا بخاف من الكلاب. ولا يهمك، هذا الكلب مدرب تماما وما بيأذي الأبرياء أبدا. خليهم يدخلوا فورا. الرائد محمود والكلب كماش وصلوا، استعدوا. أمنتوا بالله على هالنهار؟ باين مكركب من أول. مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا سيادة الرائد. يا ميت مرحبا. ما شاء الله كان على هالذكاء اللي عم يشر من عيونه شر. أوه كل أهله هيك. هذا كلب ابن كلب، يعني أصله وفصله معروف. وشلون بده يعرف الحرامي؟ هاي شغلته. هلا راح أترك لك يا بين هالموظفين يشمشمون ويتعرف عليهم منيح، وبس عرف الحرامي بيهجم عليه وبيمسكه. يا سيدي هاي الموظفين قدامك يشمشم على كيفه. حضرات الموظفين لا تخافوا، هذا الكلب في منتهى الذكاء، يستحيل يقرب على حدا بريء.
تخسروا لغات. امسكوا منيحة لا تفلتوا. اوعد هي يا عنبة. سامر ولك هذا الكلب تبعك يا اما خرفان يا اما مختل عقليا. ولك العمى ضرب وضرب بدل ما يدلنا على الحرامي اللي سرع البخاشة اللي حقني إلي. ولولا لطف الله كان روحني فرع حساب بيخرب بيته. عدم المؤاخذة يا استاذ، أنا رح فهمك شو صار. شو صار يعني؟ يبدو إنه جماعتي خربطوا، فبدل ما يبعتوا الكلب المختص بالسرقات الصغيرة بعتوا الكلب المختص بكمش السرقات الكبيرة والحرامية الكبار.